هنروح للقاء مع زميلنا اسلام الشاطر طبعا ونجم النادي الاهلي السابق اجراه مع زميلنا محمد توفيق. نتابع اللقاء مع كابتن اسلام ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. من جديد برحب بيك الزميل العزيز احمد سمير وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي وتغطيتنا الخاصه والحصريه لهذا اليوم التاريخي او العرس الديمقراطي داخل النادي الاهلي. هنا يمكن مشهد يدعو كل اهلاوي فعلا للفخر، فعلا مشهد ينم على قيم ومبادئ النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وعظمته. بيسعدني ويشرفني دلوقتي ان انضم لي واحد من يعني لاعبي النادي الاهلي اللي قدموا كتير للنادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن اسلام الشاطر. يعني اعتقد المشهد النهارده يدعو للفخر لاي اهلاوي. الحقيقه حاجه منتهى السعاده اللي في الدنيا ان انت تشوف عيلتك الكبيره موجوده في البيت الكبير النادي الاهلي. الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه محترمه وحاجه يعني تدعو زي ما انت قلت في بدايه كلامك للفخر. كلنا سعداء، كلنا فخورين بالمنظر اللي احنا شايفينه. ان شاء الله على اخر اليوم على الساعه 7 او لما يقفلوا باب الانتخابات اعتقد الامور هتبقى العدد هيوصل للعدد اللي احنا عايزينه او اللي الناس كلها بتتوقعه من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. فحاجه جميله جدا ومنتهى الفخر اللي في الدنيا يعني. اعتقد كابتن الاعزاء النقطه اللي وضحها لك ان النهارده متوقعين عدد هيبقى عدد تاريخي لحضور الجمعيه العموميه. كمان اعتقد المجهود اللي عامله اداره النادي الاهلي وده اللي يفرق عن اي اداره ثانيه النهارده في النادي والتنظيم والدخول، اعتقد ده شاهد كمان يعني ده ساند وساهم بشكل كبير في الاقبال. بصراحه حاجه جميله. ما انا قلت الكلام ده خلال الفترة اللي فاتت واحنا شغالين، دايما كنا بنقول ان البيت الكبير بيتنا النادي الاهلي هيفضل كده، والمكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي والمكان اللي الناحية التانية من الناحية التانية حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة جدا. زي ما انت شايف الناس كل واحد بيخش بمنتهى السلاسة، بمنتهى الجمال، بمنتهى الاحترام. ازيك يا حسام بيه؟ منتهى الجمال، منتهى الاحترام، وحاجة حلوة جدا. والحمد لله الامور ماشية بشكل جيد، نتمنى ان شاء الله ان هي تكمل بهذا الشكل. كابتن اسلام الشاطر نجم من نجوم النادي الاهلي، لو هيوجه رساله لاعضاء الجمعيه العموميه اللي لسه ما جوش يقول لهم ايه؟ يلا اليوم حلو جدا، اللي قاعد بره قاعد، واللي خلص التصويت جوه دخل وحط صوته من ال 20 مرشح اللي موجودين، وبعدين طلع بيشرب الشاي بره وبيتغدى بره. اليوم كله على بعضه يوم حلو، تعالوا عاملين زي الفرح. النهارده يوم فرح، دايما كل اربع سنين دايما اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي بيبقى عندنا فرح. لا انزلوا، لسه فاضل ثلاث ساعات وشويه او ثلاث ساعات، ان شاء الله الثلاث ساعات دول يبقى فيهم عدد اكبر كمان من اللي جاء، لانه من المتوقع النهارده درجه الحراره عاليه شويه، دلوقتي الدنيا ابتدت تهدى، فان شاء الله الثلاث ساعات اللي جايين اعتقد ان في ناس كتير هتبقى موجوده. وكالعاده يظل دائما النادي الاهلي في الرياده في كل شيء، في جمعيته العموميه، في كره القدم، في كل حاجه يعني. اخيرا بقى الشعور الانساني، اول ما دخلت كده مقر النادي الاهلي وشفت المنظر ده حسيت بيه؟ ما زي ما قلت حاجه جميله جدا ومنتهى السعاده اللي في الدنيا. الحقيقه زي ما انا قلت لك النهارده انا جايب انا وعيلتي كلها موجودين، اسرتي يعني كلهم موجودين هنا، كلنا قاعدين مع بعض كلنا. لا بجد اللي ما جاش النهارده وما شافش اللي احنا شايفينه ده هيفوته كتير قوي. شكرا لك، ده بالتوفيق. شكرا، شكرا جزيلا يا حبيبي. الزميل العزيز احمد سمير، ده كان لقائنا مع كابتن اسلام الشاطر. حقيقي اي حد موجود هنا داخل فرع النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا الصوره اللي احنا نقلناها حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي، حاجه تدعو للفخر. هي دي قيمه وعظمه النادي الاهلي، باينه في اعضاء جمعيته العموميه، باينه في منظر كل المرشحين اللي واقفين، كل واحد يعني بيقدم خدمه للنادي الاهلي او منتظر ان هو يعني يكون في مجلس اداره النادي الاهلي في دوره جديده من 2021 2025 بمنتهى التحضر. اسره كبيره فعلا زي ما قال كابتن اسلام الشاطر، هو البيت الكبير اللي كنا بنحلم بخدمته والعمل فيه. كلمه ايه كابتن زميل عزيز احمد سمير؟ اتفضل.